تعابيرنا بنتكلم عن ضرورة تقديم التنازلات بين الزوجين. يقولون ما في اتفاق بنسبة 100% لكن يوجد توافق. شو رأيك؟ طبعا ما في أسرة مثالية وكاملة وناجحة بكل المقاييس 100%، لكن هناك أسر ناجحة لأنها تتبع أساليب التواصل الفعال. والعلاقة الزوجية علاقة متينة، قوامها وأساسها المودة والاحترام والتضحية المتبادلة والتنازلات المشتركة. وهني مهم إن إحنا نوضح شنو التنازل، شنو نقصد بالتنازل. التنازل هو إن إحنا نتقبل وجهة النظر الطرف الآخر ما لم تمس الثوابت، بما يساعد إن نحقق نتيجة إيجابية وإن إحنا نعبر بهالأسرة إلى بر الأمان ونحقق استقرارها الاجتماعي والنفسي.